السلام عليكم الإخوان، حياكم الله. معكم أخ ديالكم علي باريش. دائما فيما يخص قضية الصحراء المغربية، لقضية مقدسة عن الشعب المغربي العظيم. هذا الفيديو اللي كيظهر لكم حاليا غنسمعوه إن شاء الله بالصوت والصورة قبل ما نشرح لكم ونحطكم في صلب الموضوع. هاد الأشخاص ولا هاد الفيديو متق من داخل بلدة مونت لافيل. هاد الناس اللي كيظهروا لكم في الفيديو هم سياسيين ومسؤولين محليين ونواب بلدة مونت لافيل. هاد الناس تجمعوا على ود البوليزاريو. هاد السياسيين الفرنسيين لبلدة مونت لافيل داروا هاد الاجتماع الاضطراري على ود البوليزاريو. كتعرفوا على انني تكلمت هذه قبل تقريبا يومين. وصلوا البوليزاريو لهاد البلدة مونت لافيل، وقلت لكم على ان البوليزاريو راه انهزمات من بلدة مونت لاجولي بعد انهيار ذاك المدافع والعميل ديالهم سيد الحيمر من على رأس بلدية او عمدة لومير، وراه انتقلوا لبلدة مونت لافيل. بوليزاريو كما كتعرفوا انهاروا في بلدية مونت لاجولي، والسبب ديال الانهيار هو خسارة النفوذ ديالهم اللي كان في بلدية مونت لاجولي، بحيث طاح عمدة لومير اللي كان مؤقت سيد الحيمر الخطاري واللي كيخدم البوليزاريو واللي والوالد ديالو قيادي بارز في البوليزاريو يقولوا له عميرة. هنا توجهت البوليزاريو صوب بلدة مونت لافيل. اختاروا هاد البلدة باش يردوها واحد معقل جديد للبوليزاريو. مشاو هاد بلدة مونت لافيل، دار واحد البلبلة، دار واحد الهيلالة، دار واحد الاستقبال بدون رخصة. هاد البلدة او هاد البلدية اللي هي مونت لافيل معروف عليها ان واحد البلدة مستقرة فيها الامن والامان والسمو والهدوء، عايشين فيها واحد عدد كبير من الفرنسيين مغاربة مقيمين، مغاربة حامل الجنسية الفرنسية، جاليات عربية عايشين ومتعايشين وكيعرفوا السلم والامان في هاد البلدة. ولكن مؤخرا توجهت ليها البوليزاريو، عادوا يديروا واحد الهيلاله، واحد البلباله، عادوا الاستقبالات، يعني تجمعات بدون رخصه. بوليزاريو بعد ما وصلوا لهاد البلده جردوا ولا خرجوا هاد البلده من الواقع ولا الطبيعه الامنه اللي كيعيشوا فيها الناس اللي مستقرين في هاد البلده. هنا البوليزاريو بداو في تجمعات غير شرعيه، بداو في البلباله، في الهيلاله، بداو كيهدوا الناس وكيعيشوا الناس على الترهيب وعلى حمل السلاح، وسلطوا واحد النوع من الحقد والكراهيه والعنصريه على المغاربه اللي مستقرين في هذه المنطقه، وخصوصا المغاربه الحاملين الجنسيه الفرنسيه. وقلت لكم بلا انه داك التجمع اللي عدوا البوليزاريو في بلده مونت لافيل ما غيخرجش لهم اطريفه. هذا الشيء اللي وقع. هذا الشخص اللي غنسمعوه كيتكلم في هذا الفيديو هو مداخلة لمستشار بلدي فرنسي من أصول مغربية واللي هو المدعو عزيز أزعيتر. هنا كيقول بواضح العبارات وكيحتج على التجمعات الغير الشرعية للبوليزاريو. كاين دعوات قضائية طرفت السلطات الفرنسية ضد عدة عناصر من البوليزاريو واللي كانوا حاضرين في واحد الاستقبال واحد التجمع غير مرخص في بلدة مونت لافيل. وهذه الدعوات القضائية غتشمل كذلك ممثل البوليزاريو في فرنسا وكذلك الروايدي الكليب اللي شرع عدة فيديوهات بدون رخصة وبدون طلب إذن الناس والساكنة. هذه المداخلة ديال هذا المستشار البلدي في بلدة مونت لافيل اللي هو عزيز زعيتر من أصول مغربية حركت ولا زعزعت كذلك بعض المغاربة اللي مستقرين في هذه المنطقة، واللي البعض منهم للأسف كيلعب على الحبلين، خصوصا بعض منهم صحراويين كينحدروا من قلميم، من طنطان، من آس الزاك، من سيدي إيفني، واللي عندهم بعض الميولات للبوليزاريو أو كيلعبوا على الحبلين. تحركت فيهم والبعض منهم عاد فاق وعاد وعاء، كذلك مغاربة اللي انخرطوا في هذه الحملة ديال التصدي للبوليزاريو في بلدة مونت لافيل. هنا راه قلت لكم الخوت بأنها راه طرفعات دعاوى قضائية ضد هذه العناصر البوليزاريو،
واللي على رأسهم ممثل بوليدور فرنسا، وحتى كذلك وصلت الأخبار على الراضي الليلي اللي كان مشارك معهم في هذه البلبلة وفي ذاك الاستقبال اللي ما عندوش الرخصة، وسجل وصور ونشر فيديوهات بدون طلب الإذن وبدون رخصة. غنشوفوا الإخوان تدخل هذا المستشار البلدي في بلدة مونتلافيل عزيز زعيتر، كنشكره جزيل الشكر، حياكم الله ويحيي الشعب المغربي العظيم. Et nous étions donc pas informés au niveau de la commune. Trouble d'ordre public à Mont-la-Ville relève suite à des plaintes du Montévillois. Appel à la haine et la violence, provocation. Sécurité des habitants n'était pas assurée. Ce choix a été délibérément fait de façon provocateur. Provoquer le sentiment d'insécurité. Une enquête doit être ouverte dans ce sens de la part des bailleurs, des résidents, suite à l'utilisation des logements sociaux qui ont été utilisés en tant que QG de propagande qui porte atteinte au personnage du roi du Maroc. Monsieur le maire, en votre qualité d'officier de police judiciaire, nous vous demandons de solliciter le service compétent d'ouvrir une enquête sur cette manifestation afin que ce genre d'incident ne se reproduise plus à Mont-la-Ville. D'autres éléments, ils sont sur le document. Merci beaucoup. Merci, M. Beltor, M. le déclaration personnelle. Oui, merci. Merci à vous. Ça, bon intérêt général, M. le maire. Monsieur, oui. Voilà. Merci à vous.